مدبول يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين. مصدر رفيع المستوى يؤكد أن تعنت نتنياهو يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام. بعد 10 أيام من العملية العسكرية، الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مدينة جنين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. ما زالت ردود الفعل الإيجابية تتوالى إزاء إصدار قرار الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل النيابة. يأتي ذلك استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، حيث أصدرت النيابة العامة على إثرها بياناً أعلنت فيه صدور قرار بإخلاء سبيل 151 متهماً محبوسين احتياطياً. اهتمام كبير أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني الذي كان ولا يزال داعما له في كل التحركات ومستجيبا لكل التوصيات الصادرة عنه، ليؤكد يوما تلو الآخر إيمانه الشديد بأهمية الحوار المجتمعي في بناء الجمهورية الجديدة. وفي ظل هذا الإيمان الكبير وفي استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، تم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل النيابة. وأصدرت النيابة العامة بدورها بيانا أعلنت فيه صدور قرار بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل النيابة. قرار الرئيس السيسي حظي بإشادة بالغة من مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تقدم بالشكر للسيد الرئيس على سرعة الاستجابة وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. مجلس الأمناء أكد كذلك أن الرئيس السيسي منذ تدشين الحوار الوطني لا يدخر جهدا لتنفيذ أي توصيات يخرج بها هذا الحوار المجتمعي الشامل والبناء، منوها بأنه سبق للرئيس السيسي استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني. كما أثار القرار ردود أفعال إيجابية واسعة بين المواطنين والأحزاب السياسية الذين ثمنوا رعاية الرئيس السيسي لملف الحبس الاحتياطي والتزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، مؤكدين أن قرار العفو يمثل نقطة إيجابية تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة وتعزيز روح المصالحة الوطنية وبناء مجتمع أكثر تسامحا وتعاونا. غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مطار بكين الدولي عائدا إلى القاهرة بعد أن شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي استضافته الصين خلال الفترة من 4 إلى 6 من سبتمبر الجاري. وكان رئيس الوزراء قد حضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي شارك فيها لفيف من رؤساء الدول والحكومات، كما حضر مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الصيني وقرينته لحضور رفيع المستوى من رؤساء الدول والحكومات وقرينة كل منهم والمشاركين بالمنتدى.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين، ذلك على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة بكين. تستهدف مذكرة التفاهم إنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات و3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة تبلغ 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار ومركز بيانات و4 مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصا. كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عقود نهائية لحزمة مشروعات جديدة لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية وإنتاج البروم ومكونات الطاقة المتجددة التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يأتي ذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين، حيث أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن التعاقدات التي تم توقيعها اليوم بإجمالي استثمارات تتخطى 1.67 مليار دولار. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد مشروع شركة شاندونغ تيان اي للكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم بالاعتماد على استخدام نواتج محلية تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة مجموعة فامسون أجريفام العالمية، وذلك على هامش المشاركة نيابة عن الرئيس السيسي في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين. وأكد مدبولي خلال اللقاء متابعته لما قامت به الشركة من تعاون مع شركة مستقبل مصر بهدف إنشاء صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 500,000 طن بمشروع الدلتا الجديدة. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيسي شركتي تيدا وينكو بيفار جروب. وأكد مدبولي استعداد الحكومة المصرية لدعم توسعات شركة تيدا في مصر من خلال منح المزيد من الأراضي. ومن جانبه أوضح رئيس شركة تيدا أن الشركة تعمل بالفعل على جذب المزيد من الشركات للمنطقة الصناعية، متوقعا أن يصل عدد الشركات العاملة بها إلى 200 شركة بحجم استثمارات يبلغ 3,500,000,000 دولار. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف توليد الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة المصرية حتى عام 2030. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة الصين الجنوبية للزجاج على هامش مشاركته في فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي تستضيفه بكين، حيث أكد مدبولي دعم الحكومة المصرية لمشروع الشركة من أجل تنفيذه في أقرب وقت ممكن في مصر. بدوره أعرب رئيس الشركة عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لخطط الشركة للاستثمار في مصر، مؤكدا أن الشركة لديها سمعة دولية كبيرة في تصنيع الزجاج خاصة للأبراج عالية وشاهقة الارتفاع. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة شركة جريت وول موتورز الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات. خلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام مصر بتوطين صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية والهايبريد. من جانبه أوضح رئيس الشركة الصينية أنهم سيعتمدون على مصر ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجات السيارات، بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار.
التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المدير العام لشركة جاك لصناعة السيارات في الصين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة على استعداد لمنح الشركة حوافز إضافية، منها منح الشركة الرخصة الذهبية في حالة الاستثمار في مصر، مما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس الشركة. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة زد تي اي كوربوريشن الصينية الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم لإنشاء مصنع يوفر منتجات الشركة للسوق المصرية والتصدير أيضا، مضيفا أن مصر لديها اتفاقيات تجارة مع دول أفريقيا والدول العربية وأوروبا، ويمكن للشركة التمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة المصرية للشركات الأجنبية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة خنان للاستثمار، والتي تمثل الذراع الاستثماري لمقاطعة خنان الصينية. وخلال اللقاء تناول مدبولي خطط الحكومة المصرية المستهدفة أو المستهدفة زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة حتى تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر. من جهته أعرب المدير العام للشركة عن اهتمامه بأنشطة الشركة والمجالات التي تعمل بها وما يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية من دعم لقيام شركة خنان بالاستثمار في مصر. أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية اليونان جورجوس جيرباترايتس في ضوء خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على متابعة مسارات التعاون القائمة. وخلال مداخلة الهاتفية أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين وتعزيزها في كافة المجالات وتطويرها. كما ناقش الوزيران الاستعدادات الخاصة بالقمة الثلاثية العاشرة مع قبرص خلال الفترة المقبلة، وأيضا تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، واتفقا على أهمية العمل سويا على خفض وتيرة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى أن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة ولإقرار السلام. وأضاف المصدر أن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها. يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على أماكن متفرقة بقطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 10 فلسطينيين وأصيب العشرات في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة وأخرى بخان يونس. ومنذ 7 أكتوبر يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة، خلفت قرابة 135,000 شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء وما يزيد على 10,000 مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل دمرت أراضي زراعية ومباني مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. كما دعت المنظمة في بيان إلى إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المنطقة العازلة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب هما التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي. شفت اخوكي يا ما شفتي يا ما اتهمت المنظمات الأهلية الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الطواقم الطبية لمراكز تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة. أضافت المنظمات أنه تم تطعيم ثلث العدد المستهدف من حملة التطعيم في قطاع غزة، مؤكدة الأهمية البالغة لضرورة استمرار هذه الحملة من أجل الوصول لكافة الأطفال لمواجهة هذا الوباء، خشية من انتشاره على نطاق واسع، لا سيما بعد اكتشاف الحالة الأولى للإصابة به بعد انقطاع دام 25 عاما. أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضرورة عدم تأجيل التوصل إلى اتفاق شامل في غزة على أساس الوساطة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر، والتي تنص على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح السجناء والمحتجزين. وقالت رئيسة وزراء إيطاليا إنه لم يعد من الممكن تأجيل التغيير الحاسم في وتيرة المساعدة الإنسانية المقدمة إلى السكان المدنيين في غزة. كما أكدت رئيسة الوزراء وجود حاجة إلى حل سياسي دائم للأزمة أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي يعطي زخما جديدا لاحتمال حل الدولتين وتجنب التصعيد في المنطقة. استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر هجوم لمجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال على قرية قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من المستوطنين اقتحموا قريوت وهاجموا منازل الفلسطينيين وأضرموا النيران في أراض بالقرية. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 692 شهيدا، من بينهم 159 طفلا، بالإضافة إلى متضامنة أمريكية. هذا وقد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة أمريكية متأثرة بجراحها التي تعرضت لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق جنود إسرائيليون النار على رأسها. وقال فؤاد نفع مدير مستشفى رافيديا إن المتضامنة الأمريكية وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة ومصابة بالرأس، وجرت عملية
عملية إنعاش لها، ولكن لم تنجح كل تلك المحاولات. هذا وقد أعرب البيت الأبيض عن انزعاجه الشديد إزاء وفاة المواطنة الأمريكية بالضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن وفاة المواطنة الأمريكية في الضفة. أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتضامنة الأمريكية مع الشعب الفلسطيني. ذكرت الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المتضامنة الأمريكية وأصابتها بالرأس في بلدة تبيتا جنوب نابلس، مشيرة إلى أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية والتهجير واستهداف من يتضامن مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية بعد 10 أيام من العمليات العسكرية العنيفة والمتواصلة، والتي أودت بحياة العشرات من الشهداء وأدت إلى الكثير من الإصابات وخلفت دمارا واسعا. أما في قطاع غزة فلا تزال آليات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي تجاه خيام النازحين في عدد من المخيمات والمدن وسط وجنوب القطاع. هنا في الضفة الغربية حرب أخرى يروي بها الاحتلال ظمأه من دماء الفلسطينيين ليكمل نهمه في القتل والإبادة بعدما اعتاد عليها في قطاع غزة واصطدم بصمود الفلسطينيين رغم كل تلك الوحشية. محاولات هنا وهناك من قتل وتدمير وتجويع مستخدما كل أدوات معاداة الإنسانية علّه يهز صمود الفلسطينيين المرابطين على أراضيهم في كل بقعة وحتى آخر نفس. لا تكاد تمر ليلة إلا وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات بالضفة وتداهم عددا من المنازل وتلقي القبض على عدد من الشباب وتشتبك معهم لتخلف عددا من المنازل المدمرة وشهداء ومصابين. فبعد 10 أيام من بدء جيش الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة التي أودت بعشرات القتلى والجرحى وخلفت دمارا واسعا، انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين ومخيمها، ولكن جيش الاحتلال أعلن أنه سيعود إلى جنين وأن العملية لن تتوقف. إعلان الاحتلال تزامن مع خوف المواطنين من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة كما حدث في مرات عديدة سابقة. فقد أدت العملية الإسرائيلية الأخيرة في جنين إلى استشهاد وإصابة العشرات، حتى إنها وصفت بالأعنف منذ عام 2002. أما في قطاع غزة فلم يهدأ القصف والتدمير، ففي آخر التطورات وسط حصيلة أكثر من 130 ألفا بين شهيد وجريح، لا تزال آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه خيام النازحين في عدد من المخيمات والمدن وسط وجنوب القطاع. هي خطوات استفزازية وتصعيد تمارسه سلطة الاحتلال ومحاولة فتح جبهات قتالية جديدة قد تجر المنطقة لحرب إقليمية. فعلى الرغم من أن الاحتلال لم يحقق نتائج فعلية على الأرض من عملياته في قطاع غزة، ها هو يسعى لأي مبرر يتعلل به في تبرير فشله المعهود. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ نوفمبر من عام 2023. أضافت الوكالة الأممية أنه مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، مشيرة إلى أن هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف حالا. وبالتوازي مع عدوانه على غزة،
الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 691 مواطنا وإصابة نحو 5700 واعتقال ما يزيد على 10400 وفق مؤسسات رسمية فلسطينية. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا في بلدة الظهيرة جنوبي البلاد. يأتي ذلك بينما أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع معيان باروخ بمسيرة قضادية تمت إصابته بدقة. وفي المقابل أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن العديد من المباني في المنطقة والمطلة عليها تعرضت لأضرار إثر إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها أن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول خطة لانسحاب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق. وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول شهر سبتمبر من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي، مؤكدة أنه تم الاتفاق بشكل كبير على الخطة وفي انتظار الموافقة النهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. روسيا تؤكد أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتشغيل آمن لمحطة زابوريجيا رغم استفزازات كييف. أبلغ رئيس مؤسسة روساتوم الروسي أليكسي ليخاشيف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة للتشغيل الآمن لمحطة زابوريجيا رغم استفزازات كييف. خلال اللقاء قال رئيس المؤسسة الروسية إن كييف خططت للهجوم على محطة كورسك للطاقة النووية والاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن المحادثات تركزت على قضيتين هي سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا للطاقة النووية. ومن جهته قال غروسي إن مهاجمة محطة الطاقة النووية أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسخر كل إمكانياتها لضمان السلامة النووية. حث الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي حلفاء بلاده الغربيين على تجاهل الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو والسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها زيلنسكي في هذا التجمع الذي يقام بانتظام في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ويضم حلفاء أوكرانيا. جاءت تصريحات زيلنسكي خلال لحظة فارقة للقوات الأوكرانية التي شنت هجوما مباغتا على منطقة كورسك الروسية رغم تركيز القوات الروسية على السيطرة على مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا وهي مركز لوجستي لجهود كييف الحربية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تقدر ب 250 مليون دولار. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه يجب على أوكرانيا أن تواصل إنتاج أسلحتها بنفسها. وأوضح أوستن أن واشنطن خصصت أكثر من 200 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في إنتاج بعض المعدات العسكرية، مضيفا أنه إذا لم تكن أوكرانيا حرة فإن العالم لن يكون آمناً.
أكدت الحكومة البريطانية أنها ستزود أوكرانيا ب 650 صاروخا خفيف الوزن ومتعدد الأدوار بقيمة 162 مليون جنيه استرليني للمساعدة في حماية البلاد من الطائرات المسيرة والقصف الروسي. وشنت روسيا الأسبوع الماضي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الهجوم في أوائل عام 2022. طلبت أوكرانيا مرارا بالمزيد من الدعم الدفاعي الجوي لحماية نفسها. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الصواريخ التي تصنعها شركة تالس يبلغ مداها أكثر من 6 كيلومترات ويمكن إطلاقها من منصات متنوعة من البر والبحر والجو. شهد معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة إقامة عروض جوية أبهرت الحضور. ووفر المعرض الذي أقيم على مدار 3 أيام فرصة لعقد شراكات تعاون بين المتخصصين من دول مختلفة وهيئات حكومية وخاصة. مشهد خطف الأنظار، سرعة خيالية اخترقت سحب مطار العلمين وامتزجت بألوان الطائرات التي ملأت أرجاء المكان بعروض جوية أبهرت الحضور، والتي جاءت على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمر لمدة 3 أيام. نحن أول حاجة بنحب نتوجه بالشكر للقوات الجوية لسيادة الفريق محمود فؤاد على ثقته الكبيرة بهايلايتس تنقدر ننفذ هذا المشروع اللي قدرنا ننفذه بفترة قياسية على المعايير العالمية بالجودة والكواليتي اللي مطلوبة بالنسبة لكل الدول اللي موجودة والمشاركة معنا. اليوم بصراحة كان كويس، يعني أول ما وصلت الأول كنت قلقان أنا أضيع العرض، بس الحمد لله لحقنا أكتر من عرض، ويعني شوية كده هنحضر عرض كمان. أول مرة أحضر حاجة هنا كده في العالمين، واليوم كان لذيذ قوي. أكتر حاجة عجبتني كانت عرض مصر والسعودية، كان حلو قوي. المعرض احتوى في الأساس على تجمع لعدد كبير من الشركات المتخصصة في علوم الطيران والفضاء لأعداد تخطت 200 شركة وأكثر من 100 متخصص في تكنولوجيا الطائرات والطائرات الآلية بدون طيار. احنا بنشرف ان احنا نكون موجودين هنا، خصوصا كشركة مصرية بنقدم منتجات محلية الصنع من أجل الطيران والملاحة الجوية وأنظمة التسليح الخاصة بالطيارات. بعد ما وافقت فينا القوات الجوية المصرية وادتنا الإمكانية ان احنا نشتغل معاهم ونطور طيارات موجودة في خلال القوات الجوية المصرية. وقد وفر معرض مصر الدولية للطيران والفضاء فرصة لعقد شراكات تعاون بين المتخصصين من دول مختلفة وهيئات حكومية وخاصة، حيث عقدت الهيئة العربية للتصنيع عدة اتفاقيات تدريبية وتعليمية، ومنها مدرسة الهيئة العربية لتصنيع التكنولوجيا التطبيقية في مجال الطائرات بخبرات مصرية فرنسية. احنا بنتعاون مع شركة داسو الفرنسية، داسو افييشن الفرنسية، في مجال تصنيع بعض هياكل الطائرات من طراز فالكون ورافال الخاصة بشركة داسو العالمية، ودي شركة كبيرة في صناعة الطائرات. وده الحقيقة تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو افييشن، متمثل في مصنعي الطائرات والمحركات. وأسدل الستار أخيراً على معرض علمي دولي أقيم على أرض مصرية جذب الشركات ذات الصلة بمختلف أنواعها، طيران مدني وعسكري وتكنولوجيا فضاء، وفتح آفاقاً جديدة لنقل التكنولوجيا فضلاً عن التركيز على توطين الصناعة المحلية لعلوم الطيران والفضاء. معرض مصر الدولية للطيران والفضاء الذي يعد واحداً من الأهم في مجال علوم الطيران والفضاء
في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والذي كان بمثابة فرصة مثلى لجميع الشركات المختلفة والمتنوعة لتوقيع الاتفاقيات وعقد الشراكات المتنوعة، وفرصة أخرى لتوطين صناعة الطائرات وتكنولوجيا الفضاء في مصر ونقلها إلى أفريقيا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. عقد وزير الطيران المدني سامح الحفني لقاء مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا كامل العوضي، وذلك على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمدينة العالمين الجديدة. تناول اللقاء التأكيد على دعم التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الإياتا في مختلف المجالات المتعلقة بأنشطة الطيران المدني، ومنها مجالات السلامة الجوية والأمن والاستدامة وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات. أكد وزير الطيران المدني أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الدولي للنقل الجوي في دعم صناعة الطيران عالميا. ومن جانبه أشاد نائب رئيس إياتا بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاع الطيران المدني، مشيدا بحسن تنظيم المعرض الدولي. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى ولاية ماريلاند الأمريكية، حيث تقوم الشرطة بتمشيط المنطقة عقب وقوع حادث إطلاق نيران في مدرسة جوبا تاون الثانوية خارج بالتيمور. حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جائزة الشارقة للاتصال الحكومي للعام الحالي لأفضل محتوى اتصالي وإعلامي في الحفل الذي نظمته حكومة الشارقة بالإمارات لتكريم النماذج الناجحة في مجال الاتصال الحكومي. وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء أسامة الجوهري ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قال إن حصول المركز على جائزة الشارقة والتي تمنح للمتميزين سنويا للاحتفاء بالإبداع في مجال الاتصال الحكومي يأتي تتويجا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية على صعيد الإتاحة المعلوماتية والبحثية للمركز، سواء من خلال إصداراته المختلفة أو منتجاته المعرفية على منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم الأنشطة الابتكارية ومتطلبات التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في المجال البحثي والإتاحة المعلوماتية. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تتويج الجهود المصرية في إنشاء الوكالة العربية للدواء وعد، واختيار مصر مقرا لها بعد موافقة مجلس وزراء الصحة العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. وتوجه وزير الصحة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم وغير المحدود لجميع خطوات إنشاء الوكالة والتي امتدت لما يزيد عن 30 شهرا. كما أكد عبد الغفار أن اختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء يأتي انطلاقا من مكانة مصر وريادتها في سوق الدواء بالمنطقة العربية. عقد نائب وزير الصحة والسكان عمرو قنديل اجتماعا مع قطاعي الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الصحية الأولية لمتابعة الخطة التنفيذية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع المعايير الدولية. واستعرض نائب الوزير الخطة التنفيذية الخاصة بالقطاعين والتكليفات
ذات الأولوية في مديريات الشؤون الصحية والإدارات والوحدات التابعة لها، وذلك خلال 6 أشهر المقبلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذها والإشراف عليها مركزياً. ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع أعضاء لجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها 4 2024 برئاسة رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات مخرجات عملية التحكيم لفئات الجائزة. وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التخطيط على عمق العلاقات بين مصر والإمارات وأهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات. أجرى وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي زيارة إلى المعهد العالي للسياحة والفنادق والمعهد الفندقي فوق المتوسط التابعين للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيدوث، إحدى شركات القبض للسياحة والفنادق، وذلك في إطار جولته بالإسكندرية. تفقد الوزير الإمكانيات والوسائل التعليمية المتاحة لدى المعهدين والأقسام المختلفة، كما استعرض نماذج محاكاة تعليمية منها نموذج لطائرة ومتحف وفندق والتي تتيح للطالب التدريب العملي والتطبيقي. استقرت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولية للكتاب بدورته 56 على اختيار شخصيتي المعرض للدورة المقبلة. وقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير ليكون شخصية معرض القاهرة الدولية للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفلة. وأكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن هذا الاختيار يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم الرواد والمبدعين الذين أسهموا في إثراء الحركة الثقافية والعلمية في مصر. وحصل الدكتور مستجير على عدد من الجوائز، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة أفضل ترجمة علمية، وجائزة الإبداع العلمي، فضلا عن جائزة أفضل كتاب علمي. تعد فاطمة المعدول واحدة من رائدات ثقافة الطفل في مصر ومن أبرز الوجوه التي أسهمت في تطوير ثقافة الطفل في مصر. حصدت الكاتبة على مجموعة كبيرة من الجوائز. توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب البارالمبية بباريس عقب فوزه على نظيره الألماني. حسم المنتخب الوطني المباراة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على صالة نورث باريس، كما حصدت البطلة فاطمة محروس فضية منافسات رفع الأثقال بعد نجاحها في رفع ثقل 139 كيلوغرام بدورة الألعاب البارالمبية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل الحرارة رطب على كافة أو أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة متوقعة غدا السبت على محافظات ومدن الجمهورية.
وبأحوال الطقس نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. إليكم تذكرة بأبرز العناوين. مدبولي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين. مصدر رفيع المستوى يؤكد أن تعنت نتنياهو يظل عقبة أمام أي جهود للتهدئة وإقرار السلام. بعد 10 أيام من العملية العسكرية، الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مدينة جنين. إلى هنا وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة التاسعة. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله. We'll be right back.